وللاطلاع على سير عملية تقديم الطلبات من قبل الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، ننتقل مباشرة إلى شبكة مراسلينا المتواجدين حاليا في المراكز الإشرافية بالمحافظات الأربع، من محافظة المحرق يحيى العمري، ومن محافظة العاصمة بسام البدوي، ومن المحافظة الشمالية شوق العثمان، ومن المحافظة الجنوبية سهير عصفور. نرحب بكم جميعا. نبدأ معك يحيى العمري من المركز الإشرافي بمحافظة المحرق. يحيى، لو تضعنا في صورة مجريات بداية هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية في المركز الإشرافي لمحافظة المحرق. أهلا بك زميلي علي، وأحيي السادة المشاهدين. بالفعل أنا الآن متواجد في محافظة المحرق، وتحديدا في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين. هذه المدرسة التي يوجد بها مقر اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخاب والترشح في مملكة البحرين، وهنا في محافظة المحرق تحديدا. شهدنا منذ الساعة الخامسة مساء إقبالا كبيرا من قبل المسجلين للترشح للانتخابات النيابية والبلدية. شهدنا أيضا هناك التنظيم الكبير الذي أشرفت عليه اللجنة الإشرافية في هذا المركز، والحضور الإعلامي والحضور للتنظيم والرقابة على الانتخابات. سنتحدث أكثر عن هذه الإجراءات وهذه العملية مع سعادة المستشار الدكتور علي الشويخ. أهلا بك سعادة المستشار، لو تحدثنا طال عمرك عن ما شهدته هذه اللجنة منذ الساعة الخامسة مساء اليوم من تسجيل المترشحين، وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة وسلاسة هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم نشهد اليوم الأول من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية. الإجراءات بدأت بحضور المرشحين للمجلس النيابي أو المجالس البلدية. طبعا تم التأكد من توافر كافة الشروط وتقديم كافة المستندات لهؤلاء المرشحين، ثم تم إدخال بياناتهم في الأنظمة الخاصة، ثم ننتقل لمرحلة التأكد من خلال اللجنة المسؤولة على سلامة الإشراف على الانتخابات. طبعا هذه المرحلة نفس ما بينا هي المرحلة الثانية الخاصة بتقديم طلبات الترشيح، تتبعها مرحلة خاصة بتقديم الاعتراضات، ثم الفصل بالاعتراضات، ثم الطعن أمام المحكمة، والمحكمة تحكم في هذه الطلبات وصولا إلى المرحلة الأخيرة. إذن المرحلة الأخيرة للتصويت تسبقها العديد من المراحل، في هذه المرحلة كما تفضلتم المرحلة الثانية، ما هي إرشاداتكم وتوجيهاتكم للمترشحين والمقبلين على الترشح للمجلس النيابي وأيضا المجلس البلدي؟ طبعا كما هو معلوم أن القانون نص على العديد من الاشتراطات الواجب توافرها سواء في المرشح للمجلس النيابي أو المجلس البلدي، بالتالي يجب قبل الحضور إلى اللجنة الإشرافية التأكد من استيفاء كافة الشروط، جلب كافة المستندات الخاصة والمؤهلات الخاصة بهؤلاء المرشحين، من أجل أن تكون العملية أكثر سلاسة كما شاهدناه في اليوم الأول. طول عمر هناك أيضا إقبال من قبل الإعلاميين شهدنا، وهناك تنظيم مخصص لهم، ما هي أبرز النقاط والتوجهات التي تضمنونها أيضا لسلامة وتغطية العملية الانتخابية؟ كما تفضلت بأن الصحفيين موجودين والإعلاميين موجودين، وتم تنظيم هذه القاعة على أساس كل شخص يأخذ حيز في المجال العمله، بحيث لا يكون هناك ربكة أو ما إلى ذلك. وكما بينا أن الإقبال في الساعات الأولى في هذه المحافظة عدد كبير في الساعات الأولى، ولكن ولله الحمد بفضل تعاون كافة الجهات سواء المنظمين أو الصحفيين أو الإعلاميين وكذلك المرشحين، تمت العملية بكل سهولة. سعادة المستشار دكتور علي الشويخ، شكرا جزيلا لكم. وأيضا مشاهدنا الكرام، هناك العديد من الجهود التي تبذل خلف هذه الكاميرا من قبل العاملين على تنظيم وتسيير عملية التسجيل للانتخابات والترشح للمجلس النيابي والبلدي. عودة لك زميلي علي، وبالتأكيد سنوافيكم لاحقا في كل ما هو جديد بشأن الانتخابات للفصل التشريعي. نعم، شكرا لك يحيى العمري من المركز الإشرافي في محافظة المحرق. وننتقل إلى بسام البدوي المتواجد في المركز الإشرافي بمحافظة العاصمة، والتي تستقبل طلبات المترشحين لعضوية مجلس النواب فقط. بسام، لو تصف لنا من خلال متابعتك لتقديم الطلبات سير العملية والتسهيلات من قبل اللجان. بسام. نعم، أهلا بك زميلي علي، وأهلا بالسادة المشاهدين. بالفعل كما تفضلت، لا توجد انتخابات بلدية في محافظة العاصمة كما يعلم الجميع،
لوجود أمانة العاصمة التي تحل محل المجلس البلدي والتي يتم اختيار أعضائه بالتعيين. المركز الإشرافي في محافظة العاصمة كان هناك فعلا التزام من قبل اللجنة بالمواعيد المحددة، حيث تم فتح الباب بالطبع في الساعة 5 وسوف ينتهي بالطبع بعد نصف ساعة من الآن. على الرغم من وجود فقرة انتخابات نيابية، لكن المركز شهد إقبالا كبيرا من المترشحين، وهذا مؤشر كما تفضل المستشار نواف حمزة بتعطش الناخبين وبتعطش المواطنين لخوض تجربة وتخوض استحقاقهم الدستوري. وبالتأكيد في محافظة العاصمة هنا سوف تشهد منافسة محتدمة من قبل جميع المترشحين، وهذا المركز يتواجد في مدرسة خولة الثانوية للبنات بالقرب بالطبع من قصر القضيبية في المنامة. يسأل المشاهد وهو يتابعنا الآن، كيف تتم عملية تقديم الترشيح وكيف يتم تسجيل المترشحين؟ يبدأ المترشح من النقطة الأولى، من محطته الأولى، من هذه الطاولة. على هذه الطاولة يقدم جميع مستنداته، ويتأكد الموظف الموجود أنه مستكمل لجميع مستنداته والشروط كذلك. وإذا سقط شرط يتم استبعاده وإرجاعه، وإذا سقط مستند أيضا يتم إرجاع الاستكمال. من ضمن المستندات يجب أن تتوفر لديه الفواتير المخصصة، فاتورة رسوم البلدية وفاتورة أيضا رسوم وزارة العدل، فاتورة وهي رسوم بالطبع تقديم الترشح للمجلس النيابي. يوجد موظفين أيضا على هذه الطاولة كما تتابعون مشاهدين الكرام، ممثلين من وزارة البلديات وممثل أيضا من وزارة العدل، يتم تسهيل هذه الأمور للمترشحين. وتوجد أيضا آلة مخصصة للدفع بعد أن يستكمل جميع هذه المستندات ويتسلم فاتورة تقديم الرسوم، يعود مجددا لهذه الطاولة ويتم تقديم جميع المستندات، ومن ثم إعطاء رقم للذهاب إلى المحطة الثانية. سنذهب معكم مشاهدينا إلى المحطة الثانية من محطات تقديم طلبات الترشح. أعلنت وسائل إعلامية خلال الفترة الماضية بأن هناك أكثر من 60 شخصا ينوون الترشح هنا في محافظة العاصمة، ومحافظة العاصمة توجد فيها 10 دوائر. ومن بين هؤلاء المتقدمين للترشح والذين أعلنوا عبر وسائل الإعلام سوف يعني يقدمون أوراقهم، وبدأوا بالفعل تقديم أوراقهم هذا اليوم. هذه المحطة مشاهدينا الكرام كما تجدون هي محطة إدخال البيانات، بعد أن يتم استيفاء جميع الشروط والمستندات يتم إدخال بياناتهم في هذه المحطة قبل الذهاب إلى المحطة الأخيرة إلى رئيس اللجنة. وسنذهب الآن معكم بالطبع إلى سعادة رئيس اللجنة، وهي المحطة الأخيرة والتي يعتمد من خلالها رئيس اللجنة على طلبات الترشح. نصل الآن مشاهدينا كما تتابعون إلى سعادة رئيس اللجنة. بالطبع نحييكم ونحيي جهودكم، هو اليوم الأول وشهد هذا اليوم الأول إقبال كبير من قبل السادة المترشحين المحتملين. كيف تمت العملية اليوم؟ مسي عليك أستاذي الكريم وعلى تلفزيون البحرين مشاهدينا. طبعا احنا ابتدت العملية عندنا من الساعة 5، تم فتح الباب في تمام الساعة 5. كان في توافد كبير ما شاء الله وإقبال يعني مثل ما نقول منقطع النظير. إلى اللحظة الآن ما زالوا موجودين ناس قاعدة تينا إلى الحين. احنا طبعا مثل ما شفت اعتقد وشرحت حق المشاهدين المحطات اللي يمر بها المترشح الى ان يصل الى عندنا هني، احنا هني نقوم بالتاكد من سلامه طبعا المستندات اللي قدمها، واذا كانت فيها اي نقص ونستلم منه النسخ الورقيه والالكترونيه. المرسوم طبعا المنهج اللي نمشي عليه او هو المرسوم بقانون رقم 14 بممارسه الحقوق المدنيه والسياسيه. في المادة 11 تكلمت عن الشروط، نتأكد طبعا من الاشتراطات اللي نص عليها القانون كلها، ومن ثم خلال الأيام هذه الثلاثة القادمة راح يبت في طلبات. نعم سعادة المستشار، بما أننا في اليوم الأول، هل من نصائح، هل من إرشادات تقدمها للسادة المترشحين خصوصا فيما يتعلق بالاشتراطات بالمستندات المطلوبة؟ نعم طبعا نصت المادة 11 على الشروط اللي هي حطت اللي هي من موضوع يعني
الأوراق الثبوتية من الشهادات الدراسية إن كان موجودة أو أن نجرى اختبار بما يخص فقه، فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية أنه يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وما يحمل جنسية ثانية. الرسالة يمكن أن يوجهها أنه يحرص كل مترشح على أنه يجلب المستندات كلها معه على أساس يعني يغني أنه يرجع لنا مرة ثانية. نعم سعادة المستشار شكرا جزيلا لك. شكر لكم وأشكركم طبعا أن أنتم توصلون الجهود اللي قاعدة تبذل هني، وتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك سعادة المستشار. إذن كما استمعنا إلى سعادة المستشار، لا زال الإقبال يعني موجود في محافظة العاصمة. ننوه بالطبع هناك حضور نسائي قوي في محافظة العاصمة، وقد تكون حسب الإعلان الإعلانات الإعلامية التي يصدرها المترشحين سوف تكون المحافظة الأكثر حظورا من بين النساء. وننوه كذلك بأن تلفزيون البحرين متواجد لتسجيل كلمات السادة والسيدات المترشحين حتى اليوم الأخير، وهذا التزام وحق لجميع المترشحين. والعودة إليك علي. شكرا جزيلا بسام البدوي، كنت معنا من المركز الإشرافي في محافظة العاصمة. وننتقل الآن إلى الزميلة شوق العثمان المتواجدة في المركز الإشرافي بالمحافظة الشمالية. شوق، لو تصفين لنا سير الأمور في أول أيام تلقي طلبات الترشح في المحافظة الشمالية. أتواجد الآن في المحافظة الشمالية وتحديدا في المركز الإشرافي على سلامة الاستفتاء والانتخابات في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات. هذا المركز الذي شهد إقبالا كبيرا، واستطاع المقبلين أن يمروا بسلاسة خلال كل عمليات الترشح بسبب احترافية التنظيم في هذا المركز. ويسرني أن يكون معي الآن سعادة المستشار فهد البعينين رئيس هذا المركز للتحدث كيف ترى الإقبال هذا اليوم. مساء الخير عليكم. اليوم طبعا مثل ما احنا عارفين أن هي المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية، سبقتها مرحلة الناخبين. طبعا احنا كنا متوقعين أن يكون اليوم عندنا كثافة في مسألة الإقبال عندنا، مثل ما الكل شاف أن من الساعة الثانية ظهرا كانوا الراغبين في الترشح متواجدين أمام مقر اللجنة. أول ما فتحنا الأبواب كانت جدا الإقبال كثيف، الحمد لله رب العالمين. كانت هناك سلاسة، كان يعني هناك وعي من المتقدمين للترشح، كانوا يعني مستوفين جميع الشروط. أيضا يعني المنظمين اللي داخل هذه اللجنة كانوا على دراية تامة. كل هذه الأمور ساعدت على أن العملية تمر بسلاسة والحمد لله رب العالمين. سعادتكم لو تحدثون المشاهدين عن أبرز اشتراطات الترشح. طبعا اليوم احنا عندنا فترة الترشح، احنا عندنا في المجالس النيابية طبعا هما أول شيء احنا لو نتكلم أنه يكون الشخص المترشح مقيد في جدول الناخبين، فهو أكيد بيكون بحريني الجنسية في المجلس النيابي. لازم يكون العمر 30 سنة، أيضا أن يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية. لو بنتكلم أيضا أنه ما يكون عليه سبق عليه الحكم بعقوبة جناية أو جنحة عمدية تتجاوز 3 أشهر، إضافة إلى دفعه الرسوم المقررة في المجلس النيابي 200 دينار. بالنسبة للمجلس البلدي إضافة إلى وجود مزكين عددهم 10 أشخاص من نفس الدائرة أنهم يتقدمون لتزكية المرشح للمجلس البلدي. شكرا لكم. أجواء العرس الديمقراطي عشناها بجمالها في هذا المركز، كانت هذه أبرز ما لدي. عودة لكم في الاستديو. شكرا شوق العثمان، كنت معنا من المركز الإشرافي في المحافظة الشمالية. وننتقل إلى الزميلة سهير عصفور في المركز الإشرافي بالمحافظة الجنوبية. سهير، لو تضعينا في صورة مجريات عملية تلقي طلبات الترشح في المحافظة الجنوبية من ناحية الإجراءات وانطباعات المواطنين الراغبين في الترشح. سهير. نعم، في البداية أمسي عليك زميلي علي الدوادي وأيضا جميع المشاهدين والمتابعين لتلفزيون البحرين. طبعا لابد في البداية أن أذكر وأشير بأن المشاركة اللافتة والتوافد اللافت لجميع المترشحين في المركز الإشرافي في المحافظة الجنوبية كان لافتا ومنقطع النظير، وكان هناك حرص كبير من المترشحين، جميع المترشحين بدون استثناء، بأن يكونوا في الصفوف الأمامية للمشاركة في
في هذا الاستحقاق النيابي وأن يكونوا وأن يسجلوا بأسرع وقت ممكن وأن يكونوا في الصفوف الأمامية كما ذكرت. هناك نقطة جميلة ومهمة يعني لمستها من خلال الحديث مع بعض المترشحين بأن هناك بأنهم جاءوا من خلفيات متنوعة وهذا التنوع مطلوب جدا. هناك من أتى من خلفية اقتصادية خلفية سياسية وهذا ما يحتاجه طبعا المجلس النيابي القادم. أيضا نتحدث بشكل مهم جدا عن حضور المرأة البحرينية التي جاءت اليوم كعادتها لتشارك في أي استحقاق نيابي وأي مسيرة وأي يعني مشروع ممكن أن يساهم في استمرار المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. من المحافظة الجنوبية معي القاضي فاطمة حبيل رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الجنوبية. طبعا بداية نتحدث سعادة القاضي عن الإقبال اليوم، الإقبال في اليوم الأول من قبل المترشحين، كيف قرأت هذا المشهد؟ بالنسبة لليوم تاريخ 5 أكتوبر 2022 بدأنا باستقبال طلبات الترشح لعضوية لجنة اللي هو المجلس النيابي والبلدي، ولاحظنا خلال اليوم إقبال شديد مثل ما يعني ذكرت في سابقا، وتمثل في يعني حرص شديد من طالبي الترشح للحضور اليوم في أول يوم من أيام تقديم الطلبات، فكان الإقبال جدا متميز، وإن شاء الله إحنا نستمر معكم خلال الأيام المقبلة ولمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ اليوم، بحيث إن إحنا في هذه الفترة نستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلسين النيابي والبلدي، وبعدها إن شاء الله راح تكون عندنا 3 أيام مخصصة لبث اللجنة في الطلبات المقدمة، تليها 3 أيام فترة الاعتراضات المقررة، وعندنا اللي هي مدة الفصل في الطعون بعدها بتكون من محكمة الاستئناف العليا خلال 7 أيام. لو نتحدث عن الإجراءات يعني إجراءات التسجيل حتى يتسنى للمترشحين القادمين خلال الأيام المقبلة بأن يكونوا على أتم الاستعداد وأن يكونوا جاهزين من حيث المستندات المطلوبة. كما نصحنا له الناخبين في الفترة الأولى من فترة الانتخابات وهي الاطلاع على الموقع الرسمي المخصص للانتخابات للتحقق من الشروط الموجودة، حيث أن تم توفير هذه الخاصية اليوم عبر الوسائل المتاحة للجميع، وموجود فيها كافة الاشتراطات المقررة لتقديم الطلبات، ومن ضمنها الآن احنا واحنا في المرحلة الثانية من مراحل الإعداد للانتخابات القادمة هي مرحلة الترشح، فحاليا الموقع الإلكتروني يحتوي على التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات أو المستندات المطلوب توفرها من أجل تقديم طلب الترشح. وعدنا في اللجنة من الواقع العملي اللي يحصل أن طالب الترشح أول ما يحضر إلى اللجنة يتم التحقق من مستنداته، وبعدها يتم توجيهها إلى أحد مدخلي البيانات ليتم إدخال البيانات وعرضها بعد ذلك على اللجنة. اللجنة بدورها تتحقق من استيفاء البيانات وأخصها ما هو منصوص عليه قانونا من اللي هو التحقق من بطاقة الهوية، المؤهل العلمي، اللي هو أي مستندات أخرى يرغب طالب الترشح بتقديمها من سيرة ذاتية وغيرها، وبعدها يعني ممكن يتم تسليم الشخص ما يفيد إيصال اللي هو نتم بالفعل استلام طلبه، وعلى أن تبت اللجنة في الطلبات خلال 5 أيام اللاحقة. سعادة القاضي فاطمة حبير رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا لك. نعم، أعود مرة أخرى إلى زميلي علي. طبعا كما لاحظت علي بأن الإجراءات باتت سهلة جدا وأن هناك إقبال كثيف من المترشحين الذين ينوون الترشح للمجلس النيابي والبلدي القادم إن شاء الله. الجميع هنا من أجل البحرين، من أجل أن يشاركوا في مسيرة استكمال مسيرة التنمية المستدامة والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، وفي النهاية هدفهم الأول والأخير هو مصلحة الوطن والمواطن إن شاء الله. نعم، شكرا سهير عصفور، كنت معنا من المركز الإشرافي في المحافظة الجنوبية، والشكر موصول أيضا لشبكة مراسلينا الذين أطلعونا على سير عملية تقديم طلبات الترشح تزامنا مع انطلاقها في محافظات المملكة الأربع، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق للتاسع من شهر أكتوبر الجاري.